COVID-19 pandemic has deeply affected us all. But its impact on young people has been especially hard. More than 1.6 billion have seen their education disrupted. We are seeing massive youth unemployment, and access to services like healthcare and counseling is dwindling. And the mental health crisis is affecting young people. أثرت الأزمة الصحية النفسية على الشباب تأثيرا كبيرا، وفي الوقت نفسه قام الشباب في الوقت نفسه بالكثير من الخطوات، فيهم في الشوارع والإنترنت يدعون إلى التغيير ويطالبون بالمساواة والسلام والعدالة. وهم يؤازرون بعضهم بعضا داخل أحيائهم، ويقومون بذلك من خلال عدة خطوات من أفكار وحلول تساعد المجتمعات المحلية في كيفية إعادة البناء والخروج من هذه الجائحة أقوياء. لقد جمعنا هذا المؤتمر مجددا، وهذا يذكرنا بأنه ما من وقت لنهدره، إن بناء مستقبل أفضل يبدأ اليوم. لمن يحضرون هذا المنتدى من الشباب، واصلوا الحديث، واصلوا إيجاد الحلول. وأتوجه إلى القادة والمسؤولين بينما نتطلع إلى التعافي، أرجو أن أتوجه إلى الشباب، إن الشباب معين لا ينضب من الأفكار والحلول المبتكرة. ينبغي أن تولى احتياجاتهم الأولوية الأولى. أتطلع إلى أن أستمع إليكم جميعا وإلى نتائج هذا المنتدى، وأن أعمل معكم جميعا من أجل أن نصوغ مستقبلا أفضل.